نكمل. يبقى في السؤال رقم 6، كان الجملة مع رنادة. هنا زي ما اتفقنا يا رنادة ما تتسرعيش في السؤال اللي بيكون في مكان. ليه ما نتسرعش؟ أنا بقول هذا المنزل، لو قال لك هنا مثلا اللي أنا بحبه ماشي، يبقى ذا هاوس ويتش أي لايك، كنا اخترت كلمة ويتش. لكن أنا بقول هذا المنزل نقط أعيه نحن بنعيش فيه. لا، إحنا كده بنقول هذا المنزل حيث نعيش به، إحنا كده بنعيش في المكان اللي إحنا داخله شيء. معيشتنا فيه ده يعتبر حدث. يبقى إذا نختار إيه يا رنادة؟ وير وير. بالظبط، نركز جدا يا شباب في السؤال بتاع المكان ده، أكتر سؤال يلخبط الموضوع. لو مش كان في مكان، لقيت مثلا عندك هنا ساينتست عاقل، ستودنتس طلاب، الافلام غير عاقل، المدرس عاقل، المعبد. ده بقى السؤال هيعوز لخبطه شويه، ترى هنختار فيها وير ولا ذات، لان ويتش بتساوي كلمه ذات برضه، لكن فيها اسئله مباشره. طيب بعد رناده يوسف ضياء بيقول ذا ساينتست. ساينتست يعني ويتش عاقل، بني آدم. ينفع يوسف؟ ينفع هو البني آدم تخليه صح ويتش؟ صح هو بني آدم يبقى عاقل، يبقى هو بالظبط كده. ايوه الجملة اللي بعدها يوسف حسن، ذا ستودنتس الطلاب، طلاب بني آدمين يعني عاقل برضو. يبقى هتبقى هو. بالظبط، القاعدة سهلة جدا، طب كنت عايز القاعدة بتاع المعبد يا بنت، الإيه؟ كنت عايز بتاع المعبد، تحب أنت الحاجات الصعبة يا يوسف. ماشي يا يوسف، بس هحاول فيها. ماشي، خليك تحاول فيها. طيب السؤال اللي بعده زياد. She prefers to watch movies make her happy. الموفيز هو زياد. محضر النهارده زياد، انا سمعته النهارده. طيب سما، تبقى ويتش يا مستر، ليه اخترت ويتش؟ كلامك صح، ليه اخترتيها؟ عشان ايه؟ موفيز شيء غير عاقل، احنا قلنا مع العاقل ويتش او ده صح؟ تمام يا سما. صوت تقريبا في حاجة. طيب بعد السماء علاء، رقم 10 يا علاء. هو هو فعلا مفروض اختار هو، بس الاختيارات ما فيهاش هو، اعمل ايه بقى يا علاء؟ في بديل لهوز؟ لا لا، هوز مش بديل، هوز مش بديل. يبقى ذات هيلب ويز ايوه مي. بالظبط، قلنا يا اما هو يا اما ذا، خلاص الموجودة ده ماشي تنفع طبعا. الجملة اللي بعدها مين كان عاوز يقولها؟ يوسف حسن. طب ماشي قولها يوسف كده. تمام. I visit the temple. There are many students. تمام. هو أول حاجة ما قالش إن هو بيعمل إيه جوه التمبل، أو الطلاب بيعملوا إيه جوه التمبل، هو هنا مش فتبقى في طلاب، ما فيش طلاب، ما فيش هنا طلاب، statues قصدي. التماثيل. ركز كده، أنا زرت المعبد الذي يوجد تماثيل ولا حيث يوجد تماثيل؟ هل أنت بتوصفه بس هتبقى حاجة، ولا بتقول جواه حاجة؟ لا جوا حاجة، هتبقى وين؟ جواه. صح. أيوه يبقى جواه. أول ما تعرف إن هو بيقول على جواه، فكر يا ترى هو بيقول شفت المعبد اللي أنا بحبه بس كده، المعبد الذي يكون طويل، الذي يكون مقدمة، الذي يكون، بتوصفه يبقى واتش وذ ذات. لكن في جواه حاجه او بتحصل جواه حاجه، يبقى على طول وير. يبقى ناخد بالنا السؤال بتاع المكان ده سؤال بيكون عاوز تفكير شويه، فنركز في اسئله ايه المكان. يحتمل كده، يحتمل كده، على حسب من الثانيه. بيوجد جواه شيء او بيحصل داخله شيء، على طول وير. لكن عاوز اقول I visit the temple that is good, that was old, that
has كذا، الذي يمتلك كذا، ماشي قولي دي حاجات مع that or which. لكن where there are many statues، حيث يوجد كثير من التماثيل، كده انت تقول بتكلم عن الحاجات اللي جواه، خلاص يبقى انت كده تكلم عن يحدث بداخله شيء او يوجد بداخله شيء، يبقى which. اوكي الجملة نروح بقى على complete للأكمل. علي رقم واحد يا علي. Hello, Mr. my aunt Dahlia is a person not is always very kind of to me. Who? أيوة يبقى person شخص بقى على طول نستخدم who. الجملة اللي بعدها يوسف أشرف. رقم اثنين يوسف. I work for a shopkeeper. Not looks after animals. اسمه which. بالضبط. أنا عايز أقول هنا الجمعية الخيرية التي تعتني بكذا. أنا بوصفها إن هي بتعمل كذا وخلاص. يبقى إذن which. الجملة اللي بعدها أدهم. There is that. أو oh, this is that. Please. I met John. أيوة. هو أنا أقول which أو that. بالضبط. ينفع أنا أقول which أو that. تنصح. رقم ثلاثة أدهم. This is the place I met John yesterday. أدهم كتب في الشات. خلينا لسه. لا ما كتبش. الشات يا أدهم رقم ثلاثة. بالضبط كده. يبقى where لأنه واضح إن هو قابل صديقه جون في المكان ده. خلاص يبقى كده بيحدث بداخل المكان ده شيء. يبقى إذن where I met John. الجملة اللي بعدها ريناد. ريناد ما جاتش صح. وأحمد ومحمد عمر برضه ما جوش. ماشي يعني الدور كده خلص. طيب نكتب على أو ممكن أنا أحل بقى معاكم الباقيين وأديك الباقي دي وزن. ماشي حل أنا معاك الباقيين دول وأديك الباقيين وزن. في رقم أربعة قول هنا it was the watch not my father gave me for my birthday. طبعا الساعة زي أنتوا عارفين حاجة غير عاقلة. عندك حلين صح which وthat والاثنين هنا صح. أي حل فيهم يكون مظبوط إن الساعة حاجة غير عاقلة. is the car you bought. طبعا الكار برضو حاجة غير عاقلة which أو that الاثنين برضو صح زي ما قلنا which أو that. بنها is the town I was born. استنى هنا تقولي المكان ده أنا ولدت فيه يعني حدث بداخله شيء. بإذن حيث ولدت يبقى أنت مرة تستخدم where مش which. town المدينة. that's the teacher. teacher يعني معلم. المعلم يبقى بني آدم يعني عاقل. يبقى إذن نستخدم who أو that يبقى who. Yasser likes the house he was born in. ركز جدا بقى في السؤال ده. السؤال ده هو ورقم ستة شبه بعض. اللي مش هيلاقي فيهم هيقول الحل زي بعض. الحل هنا هيكون which. حد يعرف هيكون which ليه؟ ليه؟ عشان حرف الجر زي ما كتبتلك في ملف البي دي اف. قلتلك ممكن استخدم where او which مع حرف جر. هو هنا لو فرقت الجملة دي تفرع الجملة اللي فوق الرقم ستة في ايه؟ قالك هنا I was born وهنا he was born in. هل ان تفرق؟ طبعا ده حرف جر ده بنضطر معاه المدين بداخل. ايوه فبنضطر نستخدم هما الاثنين بيدخلوا على فكره الجملتين. هو ولد في المدينه دي وهنا ولد في المنزل ده. في الحالتين المكان حدث بداخله شيء اللي هو اتولد فيهم. بس الاختلاف في ايه المره دي؟ انت فوق ما جبتش حروف جر فقلت المدينه حيث ولدت. لكن هنا المدينه التي ولدت بها يعني هنا حته بها او فيها دي اللي هي ان هي اللي غيرت الكلمة. أيوة للأسف. أنت عارف أنت لو شلت دي هتستخدم وير لكن باستخدامه لحرف الجر إن هتضطر تستخدم ويتش. يبقى ناخد بالنا من 6 و8 سؤالين مهمين جدا. لو جاب لك مكان يحدث بداخله شيء من غير حروف جر يبقى وير. لو جاب لك مكان حدث بداخله شيء أو يوجد بداخله شيء بس في حرف جر في الجملة في الآخر أو هنا ممكن على فكرة حرف الجر تلاقيه موجود هنا وتقول إيه؟ تقول إن ويتش برضه صح مش غلط. مهم يكون في حرف جر قبل الاسم موصول او في اخر الجمله. تمام يا شباب؟ تمام يا مستر. اوكي يبقى كده خلصنا اسئله
الأسماء الموصولة. درس ده مهم جدا جدا جدا. ونكتب بقى على 271 الواجب بتاعنا. 271 و 272 تقريبا. ده كان ناخدينه قبل كده ولا ده ولا ده مش خليناه. الصفحات دي انا لسه ما خدناها يا شباب. مش كنا خدناها قبل كده؟ اه نسخنها. اه اخر حاجه 271 صح كده. يبقى 271 اللي هي دي كانت واجبة قبل كده. لكن انت بقى تحل 272. انا كاتب عندي 272 واجب قديم بتاع المره اللي فاتت. تحل بقى 272 وانا مره جايه احل معاك الصفحتين ان شاء الله كده. سمعنا دي حلو. يبقى دلوقتي هتراجع هتاخد مراجعه على الوحده الخامسه ملخص الجزء اللي انت متعود من الوحده خلصت. فهناخد الملخص صفحه 285 مراجعة الوحدة الخمس. يعني هنا قربنا فاضل وحدة واحدة إن شاء الله. المرة الجاية هناخد اللغات. إيه؟ اللغات مع حضرتك الحصة الجاية. اللغات اه بس هنتأخر بس 10 دقايق لغاية بس ما ايه نظبط بس كده ناخد ريست يعني ريست 10 دقايق بس كده ونبدأ إن شاء الله حصة اللغات. تمام يا شباب؟ يبقى واجبنا 285 هنرفعه منصة إن شاء الله، والواجب 272 هرفعه منصة، والكلام 285. حد عنده أي سؤال؟ لا مس جزاكم الله خير. ما جزاكم. نشوف الحصة الجاية إن شاء الله. سلام. مع السلامة.